تحذير من متحول جديد يتغلب على اللقاحات. دلتا يواصل انتشاره في الدول العربية، وبشرى سارة لأصحاب الوزن الزائد ومرضى السكري. من ملف كورونا نبدأ، حيث حذر علماء بريطانيون من خطر ظهور متحول جديد لفيروس كورونا قادر على إبطال فعالية اللقاحات أو ما يعرف علميا بمتغير الهروب المناعي. بحسب القائمين على الدراسة، فإن هذا الهروب المناعي يحدث عادة عندما تنتشر اللقاحات المضادة للفيروس، فتحدث طفرات أكثر شراسة وقدرة على الإفلات من مناعة اللقاح. إلى العالم العربي الذي يشهد بعض بلدانه ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وعلى الأخص المتحور دلتا. ففي الأردن قال وزير الصحة الأردني إن 90% من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد هي من المتحور دلتا. أما وزارة الصحة العراقية أكدت أن جميع ردهات الحالات الحرجة بالمستشفيات ممتلئة، وأن الوضع الوبائي يهدد النظام الصحي. في وضع شبيه بتونس التي ارتفعت فيها حصيلة الوفيات الجديدة إلى 183 حالة، منها 35 حالة الأسبوع الماضي. حذرت السلطات الصحية في بريطانيا من أن الأجهزة المنزلية التي يستخدمها المصابون بفيروس كورونا لمراقبة مستويات الأكسجين في دمهم قد تعطي قراءات غير دقيقة لأصحاب البشرة الداكنة. العلماء أشاروا إلى أن الأمر يتعلق بمقاييس التأكسجين النبضي، حيث أفادت تقارير بأن تلك المقاييس يمكن أن تكون أقل دقة للأشخاص ذوي البشرة الداكنة، وقد تعطي قراءات أعلى لمستوى الأكسجين. نختم بهذه البشرى لأصحاب الوزن الزائد ومرضى السكري، حيث يبحث فريق من العلماء في جامعة بنسلفانيا الأمريكية في أمر بروتين يدعى السيتوكين، والذي يعمل في الجهاز المناعي بعد أن لاحظوا قدرته على إنقاص وزن الفئران بطريقة غير عادية. العلماء لاحظوا أيضا احتمال وجود صلة لهذا البروتين في التصدي لمقاومة الأنسولين، ما يجعله هدفا محتملا لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني.